يقول السائل: أحد أقاربي من الفقراء وأريد أن أدفع زكاة الفطر له، ولكنه ليس في القرية التي أنا فيها، فهل يجوز أن أذهب بها إليه؟ إذا وصلت إليهم يوم العيد لا بأس، أو وصلت إليه إلى وكيلهم، إذا كان لهم وكيل في بلدك ودفعتها للوكيل لا بأس، لأن وكيلهم يقوم مقامهم. أما أنك توخرها ولا تعطيها لهم، تقول بروح بعد العيد وروح بمعي لهم، هذا لا يجوز، لأنك أخرت إخراجها عن وقتها. نعم.